السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي بيتم تغذيته من قبل أفكار معينة وفلسفات معينة، واحنا محتاجين ان احنا نغذيه بالأفكار بتاعتنا والآراء بتاعتنا. طيب، شات جي بي تي كان الأول اوبن سورس وتم غلقه، وأصبح حاليا يعني مبتكر من ضمن بعض الشركات، والشفرة بتاعته مقفولة، فلازم ندور على بديل. في بديل اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي اللي هو اوبن اسيسنت، ده تقدر انت تساعد في تغذيته، وده مهم جدا بالنسبه لنا، لان في مسائل كتيره جدا اطفالنا واولادنا واحنا بنسال الذكاء الاصطناعي فبنفاجئ باراء غريبه. تمام، فتخيل مثلا ان الشخص اللي بيغذي الذكاء الاصطناعي ده كان ليه اراء مثلا يساريه زياده عن اللزوم، او ليه اراء مثلا مؤمن مثلا بالميول السفتية ديت، فيبدأ يغذيه ان هو ده الصح. فلما حد من الاولاد هو نشأ ان الذكاء الصناعي ده ليس آلة وانما اله، ان هو عارف كل شيء، عنده المعرفة المطلقة، هو مش قادر يفهم ان هو بينظم كلمات، لكن هو لقى ان هو بيجاوب على كل الاسئلة ما بيقولش لا. فاحنا محتاجين ان احنا نغذي الذكاء الاصطناعي. طيب، من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نشارك فيها اللي هو اوبن اسيسن، ده عبارة عن ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر، ده البديل للشات جي بي تي. هو حتى الآن ممتاز في اللغة الإنجليزية، لكن حتى الآن ضعيف في اللغة العربية عشان التدريبات اللي بيقوم بيها قليلة. يعني المفروض إن احنا كعرب ومسلمين نبدأ إن احنا نشارك ونتكلم معاه ونستخدمه بشكل أكتر. فاحنا ممكن نشارك مجرد إن احنا بندردش معاه، ده يعتبر نوع من أنواع المشاركة، وده خدمة جليلة للناس اللي هي بتتكلم في العربي. هو بيوفر لنا قاعدة بيانات كويسة جدا نقدر ان احنا نتدرب فيها، وهو سهل جدا ان احنا نتعامل معاه. انا هسيب لكم الرابط ده الانجليزي والعربي اهوت، تقدر برضو تشارك، وبيبدأ يديك مهام معينة، يبدأ يوريك مثلا كذا اجابة وانت تشوف انهي الاجابة الافضل. فبدل ما نقعد نتباكى، خلاص تعالى نحط ايدينا في ايد بعض وندعم اللغة العربية ونساعد مع بعض. فاحنا كلنا هنشارك مع بعض ان احنا ندخل بس على الصبح كده ونبدا ان احنا ندردش معاه، نبدا نشوف مثلا المهام الموجوده ونبدا ان احنا نجاوب عليها. تمام. طيب، ما الذي يميز الثقافه العربيه عن باقي اللغات؟ ده سؤال سأل وليه الاجابه، فاحنا ممكن نقول له دي اجابه منطقيه او مش اجابه منطقيه، فنبدا ان احنا نجاوب. طيب، هل الرساله عشوائيه ولا مش عشوائيه؟ تمام، لا مش رساله عشوائيه. طيب، اللغه ليست العربيه غير مناسب في معلومات شخصيه، هل في اي حاجه من الحاجات ديت؟ تمام. طيب، هل هو ازاي الجواب ده ولا مش؟ طبعا قبل ما تجاوب بتقرا الرساله كويس وتقول الانطباع بتاعها. تمام، يعني مش انا بعمله، لان لازم اقرا دي بالتفصيل بس عشان وقتكم وقت الفيديو. تمام، بنبدا ان احنا نشارك كده، وفي الاخر بنقول له احنا موافقين ونبعت الرساله دي. تمام، والاجابه بتاعتنا في ناس ثانيه برضو تجاوب عليها وتقيمها والحاجات دي كلها. طيب، ابدا دردشه جديده وابدا اتناقش معاك. تمام، واسأل أي سؤال وشوف الإجابة وقيم الإجابة، بس يعني مش هطلب منك تدفع أي فلوس لا ليا ولا ليه، لكن التأثير هيبقى كبير جدا إن أنت ممكن نغذيه بالفلسفة الإسلامية، بالفلسفة العربية، بالآراء الصح، بالقيم والأخلاق والحاجات دي كلها. مش هتلاقي نفس القفلة اللي موجودة في الأوبن أي أي معقدنا عشان يعني نغير الفكر بتاعه ونقنعه بحاجة. فنبدا ان احنا نتعاون مع بعض ان شاء الله، ونبدا ان احنا نستغل ان في حاجه موجوده بالعربي وهو اوبن سورس، يعني ممكن تاخده وتعمله في الموقع بتاعك وهيبقى مفيد جدا ان شاء الله. اتمنى تشاركوا، واتمنى تشوفوا في التعليقات ازاي ممكن نشارك في ان احنا نعمل ذكاء اصطناعي عربي يعني يكون قوي ويكون في القيم والاراء بتاعتنا.